ينضم إلينا من رفح لمزيد من التفاصيل رفح الفلسطينية بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك معنا بشير. قصف على المناطق الشرقية والشمالية والاحتلال يكثف غاراته واستهدافه للمستشفيات خاصة مستشفى الشفاء، وحتى قالت يعني الصحة العالمية بأن قسم الطوارق وحده يعني أصبح حمام دم. ما يعني الجديد لديك في المشهد وما تفاصيل كل ما يحدث حتى الآن حتى اللحظة ونحن نتابع هذا الاستهداف لمستشفى الشفاء خاصة والعالم يعلم أن ليس هناك أي بنى تحتية لحماس التي تريد قوات الاحتلال أن تدمرها في يعني المستشفى؟ تحية لكم. اسمح لي قبل أن أتحدث عن المستشفيات أن أتحدث عن آخر التطورات الميدانية، حيث كان هناك استهداف لمنزل يعود لعائلة إحسين في مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. هذا الاستهداف خلف العشرات من الشهداء والمصابين الذين نقلوا على إثر هذه الغارة التي دمرت المنزل بالكامل فوق رؤوس ساكنيه إلى مستشفيات مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. سبق هذه الغارة عدة غارات استهدفت المنطقة الوسطى وتحديدا مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى. هذه الاستهدافات أيضا خلفت أكثر من 5 شهداء نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى الاستهدافات والأحزمة النارية المتكررة التي استهدفت أحياء مدينة غزة وتحديدا حي الشجاعية وحي الزيتون وحي الدرج في الشرق من مدينة غزة، بالإضافة إلى مشاركة المدفعية الإسرائيلية بقيامها بقصف مناطق واسعة في قطاع غزة وتحديدا المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس والمنطقة الشرقية لبلدة جباليا في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى قيام المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها ورصاص الآليات العسكرية المتوغلة في مدينة خان يونس باتجاه منازل المواطنين، مما أدى إلى تدمير منزل يعود لعائلة أبو لبدة في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. هذا المنزل يقع بجوار مدرسة تأوي عدد كبير من النازحين الفلسطينيين، مما أدى إلى يعني إصابة عدد من النازحين الفلسطينيين المتواجدين في داخل هذه المدرسة، وتم نقل هؤلاء المصابين إلى مستشفى ومجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس. إذن الغارات الإسرائيلية لا زالت تتواصل على قطاع غزة من الجو عبر الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة، وكذلك من الآليات العسكرية المتوغلة على الأرض ومن المدفعية الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة، وكذلك من البحرية الإسرائيلية التي لم تتوقف عن إطلاق قذائفها باتجاه المنطقة الغربية للقطاع. بالحديث عن محور السؤال والمستشفيات وتحديدا مستشفى الشفاء، لا زال يتعرض هو الآخر إلى يعني اعتداءات وعدوان إسرائيلي مستمر بحق هذا المستشفى. صباح هذا اليوم تم استهداف مبنى الجراحات التخصصي التابع لمجمع الشفاء الطبي بعدد من القذائف، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين وإصابة عدد من الكوادر الطبية المتواجدة في داخل هذا المستشفى، بالإضافة إلى يعني قيام القوات الاحتلال الإسرائيلي بحرمان هذا المستشفى وباقي مستشفيات قطاع غزة من المستلزمات الطبية ومن الأدوية، بهدف يعني إجبار هذه المستشفيات ومنعها من تقديم خدماتها الطبية للجرحى والمرضى في قطاع غزة. سيناريو مستشفى الشفاء تكرر مع عدة مستشفيات أخرى مثل مستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة. قبل قليل وصلتنا معلومات عن محاصرة الآليات العسكرية الإسرائيلية ولمستشفى المعمداني في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، ويعني محاصرة الطواقم الطبية في داخل هذا المستشفى وقيامها بإطلاق الرصاص باتجاه هذا المستشفى بشكل كثيف. إذن يعني إسرائيل هي تسعى إلى تدمير القطاع الصحي المنهار أساسا
أساسا بفعل استمرار هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي يحاول جهدا إلى تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى الذين يصلون تبعا إلى هذه المستشفيات. نعم، بشكرك شكرا جزيلا من رفح الفلسطينية بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك شكرا جزيلا.